السلام عليكم، معكم حسان وحياكم الله في قناتي. صلوا 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 على رسول الله. كانت الجوارب في أول عهدها تصنع من الجلد لتقل الأرجل، ولكنها كانت خاصة للمقاتلين، ولم ينتشر استعمالها إلا بعد القرن الأول الميلادي. وأول من استعمل الجوارب على نحو يشبه ما هي عليه اليوم هم الفرنسيون في القرن السابع، ولكنها كانت أيضا من جلد يمتد حتى يغطي القدمين لحمايتهما. وسرعان ما أقبل الناس على تحسينها وتزيينها، وظهرت جوارب من قماش الحرير والقطيفة بعضها مزركش بخيوط الذهب. أما أول جورب منسوج بالمعنى المعروف حاليا فقد صنع في عام 1565 وأهدي للملكة إليزابيث، وكان من خيوط الحرير، وكانت هي أول من لبس الجوارب ببريطانيا، ولم يكن يلبسها سوى المؤثرين، ولم يتيسر لعامة الناس استعمال الجوارب إلا في أوائل القرن العشرين. أتمنى يكون المقطع عجبكم وأشوفكم على خير في المقطع الجاي. مع السلامة.